الأمل كلمة يحبها الجميع ويسعى إليها، فهل ستجد هذه الكلمة طريقا في جغرافية حفر الطريق وانقطاعات المياه والكهرباء في مديرية السيرة في عدن؟ تتفاقم المعاناة في عدن جراء الأوضاع المعيشية المزرية التي تعيشها المدينة حتى بعد تحريرها وإعلانها عاصمة مؤقتة للدولة. هذه كريتر، ما تعرف بعدن القديمة، يعيش أهلها في ظل كهرباء متقطعة ومياه مفقودة وخدمات معطلة ومعاشات متوقفة لأكثر من 3 أشهر. 8 و9 و10 دخلنا ما استلمنا أي راتب، كل ما نروح البريد مضرابة والناس اللي هناك تحاول البريد معهم ناس برا يشلوا الكروت يشلوا ذا، يلاقوا من 2000 من 3000. المواطن راتبه 20000 يقول له أبي 3000 أخلق لك الراتب حقك. والمواطن المسكين سبحان استر انه يراعي بداخل البريد امان المغرب. مي، كهرباء، غلاء. تجي اليوم الاول تشل القطعه بقيمة عدد، يوم الثاني تجي قدها ارتفعت. اعقبها كلها روح. ما لناش حقوق ابدا. اي لا لنا مرتبات زي ناس، لا لنا مستشفيات زي ناس، لا لنا مواصلات زي ناس، لا لنا زي ما تقول اجازات زي ناس. معناته تجي مريض تشتكي على مسؤول يقول لك روح للمسؤول، تجي تروح للمسؤول ذاك يقول لك روح للمسؤول ذاك، تجي للمسؤول ذاك يقول لك روح يعني يصلحوك كورة. صارت الحياة قاسية في عدن ولم يجد المواطن فيها حيلة للخلاص مما هو فيه، فالناس في كريتر سئموا الوعود في ظل تقاعس الحكومة وغض الطرف عن الأزمات المعيشية التي غدت تثقل كاهل المواطن ولم يعد بمقدوره تحمل المزيد منها. كل مسؤول يعني ما يقول لك انا ما لي دخل، المسؤولين كلهم متعاملين على اصحاب على العمال، يعني كل واحد يشتريها مش العامل، كل واحد يشتريها كل العامل. الوضع مأساوي بمعنى الكلمه مأساوي، يعني اصبحت الناس لا تجد لقمه العيش، يعني احنا قلنا في دوله محرره الان، احنا في وطن محرر وان تفاءلنا خير، ولكن للاسف الكهرباء حدث ولا حدث ولا حرج، والمياه نفس الخبر، والقمامه بالشوارع تمام والبطالة. تحت ظروف قاهرة هناك من ترك عمله وضحى بقوت أبنائه من أجل أن يضمن لهم شربة ماء تبقيهم على قيد الحياة، يبحث عنها في الأنحاء المجاورة، يتجشم معاناة نقلها يوميا بعد انقطاع المياه عن المنازل منذ ما يزيد عن 7 أشهر. طيب المي، احنا أصحاب المرتفعات، أصحاب الشعب المرتفعات، مرة ما يطلع المي، طلع 4 دبابة ب20 باليوم استغرق أنا، هذا أقل شيء. ينتظر المواطن في عدن من الجهات المختصة تغيير واقع الحال، هذا الذي يفرض فصوله المأساوية على مرأى ومسمع من قيادة المحافظة، مطالبين السلطة المحلية سرعة التدخل ووضع الحلول العاجلة لإعادة الحياة لسابق عهدها في عدن. الأستاذ خالد سيدو، مدير مديرية سير، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم نتحدث عن مديرية سيرة، عن الخدمات الموجودة فيها، عن خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات الكهرباء. إلى أين وصل الحال بهذه الخدمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخدمات في مديرية سيرة المختص بالمجاري والصرف الصحي والمياه، لدينا مشاريع بدأنا فيها في من بداية رمضان تختص بإعادة تأهيل الأنابيب والصرف الصحي من خلال تغيير سعة الأنابيب من 4 هنش القديمة إلى 9 هنش، أضاف إلى ذلك إعادة تغيير بعض الأنابيب الخاصة في المياه القديمة، لأنه معروف أنه مدينة كريتر وأغلب مدن عدن شبكات الصرف الصحي قديمة من أيام بريطانيا، وكانت فترة هذه السكان مباني محدودة وسكان قليلين، لكن نتيجة التطور العمراني وضغط السكان على هذه الشبكة تضررت الكثير من الأماكن في شبكة الصرف الصحي، لذا نحن رأينا ضرورة قيام في مشروع إعادة تأهيل هذا الجانب، وبدأنا المشروع بالميزانية الخاصة في المديرية، يعني الميزانية الخاصة بالمديرية أقصد فيها من الميزانية التي نعتمد عليها من خلال إيرادات المديرية التي تدخل في حسابنا، وقمنا بهذا المشروع بالتنسيق مع الأخوان في المحافظة وبإشراف شخصي من الأخ اللواء إدريس زبيدي الذي رحب بهذا المشروع ودعمه معنويا ومن خلال توقيع معنا على هذه الاتفاقية، وقطعنا الآن حوالي الثلث الأول من تغيير هذه شبكة الأنابيب، وإن شاء الله تعالى وفقا للخطة خلال 3 أشهر سننتهي من أعمال كاملة في.
فيما يخص إيرادات المديرية، هناك شكاوى كذلك من 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 السلطة المحلية بأن المواطنين لا يدفعون أو لا يسددون الفواتير، فمن أين تأتي الإيرادات؟ إيرادات المديرية ما لا لا, لا ترتبط بتسديد الفواتير، تسديد الفواتير تعود إلى الكهرباء، تعود إلى المسؤول عمل الكهرباء، والفواتير المياه تعود إلى المسؤول عمل المياه والصرف الصحي، تدخل في ميزان الخاصة. نحن نعتمد في إيراداتنا في المديرية من خلال الضرائب والواجبات التي تحصل من المحلات، أضف إلى ذلك إيرادات تحصل من مزاولة المهن، وإيرادات التي تدخل من خلال إيجارات المحلات التجارية الخاصة في البلدية. هذه إيرادات تدخل في ميزان خاصة في المديرية، والتي من خلالها نحن نعيد تشغيلها في الجوانب الخدمية التي تعود فائدة للمواطنين في المديرية. الكهرباء وهي الهم الشاغل لكل المواطنين، وخاصة في مديرية صيرة وهي من أسخن المديريات. هذا الصيف كان ساخن جدا على جميع العدنيين وكذلك على مديرية صيرة. هل هناك وعود بأن يكون الصيف القادم أفضل حالا من هذا الصيف؟ نحن ليس الجهل المسؤولة عن مسألة انقطاع الكهرباء أو تدبدب فعالية الكهرباء بالمواطنين، ولكن نحن في المديرية نسعى بكل إمكانياتنا بالحفاظ على ما تبقى من الشبكة داخل المديرية، من خلال نسعى أيضا تقديم بعض الدعم للأخوان في المسألة عمال الكهرباء بتوجيهات من الأخوان في المحافظة، ولكن مسألة نعد بأن الصيف القادم سيكون أفضل هذه ليست من مسؤوليتنا. بصفتكم يعني مدير مديرية، أكيد بأن هناك اجتماعات وخطط كذلك وتنسيق بينكم وبين مؤسسة الكهرباء. أكيد نحن في ممكن في اجتماعات دورية بمكاتب التنفيذية عامة في المحافظة مع الأخوان في المحافظة برئاسة الأخ اللواء عيور الزبيدي، والذي يعني يمكن أقول إنه كل جهده وقته مشغول في الاهتمام بإعادة تأهيل شبكة الكهرباء والمياه. يعني يمكن أغلب وقت اجتماعاتنا مع الأخ المحافظ يشدد على ضرورة الارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه، ولكن زي ما قلت الإمكانات الحالية لا تساعد، ولكن هناك أمور تجري في الميدان للتحسين بإذن الله تعالى. نعم، تحسين المدينة ونظافة المدينة، مديرية صيرة أحيانا تعاني من هذه المشاكل، وكذلك هناك إضرابات من العمال من حين إلى آخر بسبب الرواتب وإلى آخره. إلى أين وصل ملف النظافة في مديرية صيرة؟ النظافة في مديرية ليست معانا في مديرية صيرة، ولكن أغلب المديريات أنا الهم واحد، وأنت تطرقتي لموضوع إضرابات بعض الأخوان في العمال في بعض المرافق المرافق الهامة والحيوية وعلى مسؤوليتي الخاصة بالذات في المجاري. هؤلاء الشريحة من الموظفين رواتبهم ضئيلة، ويعتمدون على المكافآت اليومية التي تصرف لهم أثناء المناوبة، ونظل الشحة المالية في المحافظة والأزمة المالية في المحافظة انعكست عليهم، وقبل فترة قاموا بإضراب، وهذا الإضراب أدى إلى شلل تام في تقديم الخدمات خاصة في جانب المجاري، ولكن حل هذا الإشكال من قبل الأخ المحافظ وبمساعدة الأخ الوكيل محمد الشادري، وتم تدليل هذه الصعاب وعادة. كيف تم هالحل؟ تم الحل، تم توفير لهم سيولة مالية من بتصرف خاص من الأخ المحافظ، وتم تصرف رواتبهم وحوافزهم. أضيف إلى ذلك نحن ملزمون من قبل الأخ المحافظ بتوفير لهم مبلغ مخصص شهريا من إيرادات المديرية أيضا أو من ميزات المديرية أيضا، وخاصة في أمور ما يختص بالأعمال اليومية، الأعمال الطوارئ اليومية تصرف لهم من قبلنا في المديرية مخصص شهري لهم في المجاري وفي المسألة العمال المياه، يجب مساعدة في انتشال وضعيتهم مؤقتا، لأن المديريات المؤسسات تمر في ظرف مالي غير عادي، والسبب في ذلك إحجام المواطنين في عدم تسديد الفواتير، ومما أدى إلى يعني عجز مالي لديهم، حتى وصلوا لفترة من الفترات أنهم غير قادرين على إعادة صيانة المعدات أو المخضخات التي تقوم بالعمل على توفير المياه للناس. نعم، كان هناك خطط ومساعي من هذه الجهات، وذلك لتأهيل المواطن أو تفهيمه بأن هذه مسؤولية عامة مشتركة. إلى أين، هل عندكم علم إلى أين وصلت هذه الخطط؟ طبعاً هناك خطط، ومن ضمن هذه الخطط نحن عملنا كمديرية أو مقسم حليف في المديرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وعملنا حملة توعية للناس بضرورة دفع الفواتير
او تقسيط جزء من مما عليهم من مديونيه اضافه الى الفواتير الشهريه. اضيف الى ذلك انه الاخ المحافظ اصدر قرار بتجميد المديونيات ما قبل 2016 والبدء بتنفيذ مديونيات 2016 مع المبلغ الشهري في الفاتوره. نعم، هل جنت هذه المحاولات وهذه الخطط ثمارها، وهل هناك ردود فعل ايجابيه من المواطنين؟ هناك نجاح جزئي في هذه في هذا الجانب، هناك بعض المواطنين استجابوا لهذه الدعوه، وهناك ان شاء الله في تحسن ملحوظ في بعض المديريات من ضمن مديريتنا عدبان، من المديريات الاكثر استجابه لهذا القرار، وبحسب شهاده الاخوان في المسار العام 110 صحيح. هل هناك اجراءات قانونيه سوف تقام ضد هؤلاء الاشخاص الذين سيمتنعون عن التسديد؟ لانه في ظل وجود مواطنون يسددون ومواطنون لا يسددون، وحتى المواطن لا يسدد يصبح يلجا الى عدم التسديد. لكن ثقي ان 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 الدوله او الحكومه لن تسكت طويلا على هذا الامر، على اعتبار ان المواطن طالما انت بحاجه لهذه الخدمات ولا بد من دفع ما عليك من المديونيات، لانه مش من الطبيعي او من المنطق ان اطالب بخدمات ولا ادفع رسوم هذه الخدمات. نتحدث قليلا عن ملف الآثار الموجودة في مديرية صيرة، مليئة بالآثار الجميلة والقديمة، ولكن للأسف الشديد أغلبها تعاني من الحاجة الشديدة للترميم. ولكن هل هناك الآن مساعي لترميم هذه الآثار؟ على سبيل المثال قلعة صيرة، صحيح كانت هناك محاولات سابقة، هناك ولكن لا يزال هناك الكثير والكثير. أنا وصلتني الفكرة، مسألة الحفاظ على الآثار، يمكن مدينة كريتر المدينة أنا أسميها المدينة الأثرية لما بها من آثار متعددة داخل المحافظة، ولكن مسألة إعادة تأهيلها أو ترميمها الآن الوقت الحالي فيها نوع من الصعوبة، ولكن كيفية الحفاظ على هذه الآثار، نحن نقول كيفية الحفاظ على هذه الآثار يجب على كل مكتب مسؤول عن هذه السياحة والثقافة والسياحة أن يضغطوا في المتابعة من أجل استلام ميزانيات الخاصة بهذه الأماكن من أجل أقل ميزانية من الحكومة طبعاً أو من وزاراتهم، وذلك من أجل الحفاظ على على على, 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 على هذه الآثار، ومرحلة لاحقة بإذن الله تعالى إذا هناك مشاريع إذا عادت ترميمها سيتم ترميمها، ولكن أيضاً تحت مسؤولية الوزارات المعنية بهذه. يتم الرفع من قبلكم، هل هو من تخصصكم أن يتم رفع تقارير عن حالة هذه الآثار؟ الأصح أن ترفع تقارير من قبل الأشخاص المعنيين بهذه الآثار من قبل السياحة والثقافة السياحة، ترفع لنا ونحن بدورنا بإذن الله تعالى نتابع الأخوان في المحافظة من أجل مساعدتهم في أي عراقيل أو مناقصات تؤثر على عملهم في الحفاظ على هذه الآثار. المجلس التشريعي الموجود في المديرية، هل يمكن الاستفادة منه من ناحية ثقافية وتجارية كذلك استثمارية، بأن يستفاد منه بطريقة أو بأخرى في أي مشروع مثلا أو منتدى ثقافي؟ هل هناك خطط لهذا الموضوع؟ كمشروع ثقافي ممكن، لكن تجاري أنا لا أحبذ، على اعتبار أنه هذه الأماكن الأثرية يعني أن تحول إلى 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 أماكن استثمارية لا أعتقد أنه غير صحيح، ولكن نحن إعادة تأهيلها وفتحها أمام المواطنين كزيارة لها، وسيعيد أيضا في رسوم معقولة، سيعمل على وجود رافد مادي لهذه الجهات العاملة على الحفاظ على هذه الأماكن، والمجلس الشرعي يعتبر من المباني القديمة على مستوى الإقليم كامل، ويعتبر أول برلمان يعني وضع في المنطقة في المنطقة كإقليم، ويجب الحفاظ عليه كإرث تاريخي وثقافي. هل يستطيع اليوم المواطن أن يذهب إلى قلعة صيرة؟ لأنه بعد الحرب مباشرة قيل أنه يوجد ألغام ومنع المواطنون من الدخول إليها. طبعا نحن بالتعاون مع الأخوان في مكافحة الألغام تم التواصل معهم، تم نزول فريق مسح متخصص بعد الحرب يمكن بثلاثة أشهر، وهم مشكورين على ذلك، وفعلا تم مسح المنطقة ولم نجد أي أشياء ممكن تعيق فتح هذا المكان، ولكن كجانب أمني قبل فترات وجود كان القوات التحالف في الموقع المقابل أغلق مؤقتا، ولكن بإذن الله تعالى الآن قريبا سيتم تأهيله وقد تم استلامه الآن من قبل الإخوان في الثقافة، وسيتم افتتاحه بإذن الله قريبا. الأستاذ خالد سيدو مدير مديرية صيرة كنت معي في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم
وأنا أسعد بتواجدكم عادة يعني، لأنه زي ما قلت سابقا هذه القناة عودتنا على متابعة عموم المواطنين في المديرية وفي المحافظة بشكل عام، وشكرا جزيلا لكم. مشاهدين الكرام، مديرية صيرة تقع فريسة للإهمال، فلمصلحة من ومن هو المنقذ؟